يا ابوي وش الرد هذا التماتيك؟ على طول امي تجي لها رجوله ما عنده كافيه ما عنده ولا ليش طولها ويا ابوي ليش تطولها؟ خابر بندر واشكال بندر اصب على رؤوس الضوابي في الحال ها رد يا فلورينا خايف ماني مخايف بعطيه بيت هالحين يلا وانت ما ظليت هات هات اللي عندك ما عندك شيء انت ما عندك شيء بس هذا الفطور هذا صباح ايش عندك انت بعدين اذل عم ربيع عم ربيع ما اذل هو موجود واللي يعرف للبل يعرف للريجيم يعرف كيف تخرج يعرف الاسلام ايش عندكم انت مخك قلقطع وخسي اسمع 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 ما بس سوالف عطني شعرك انت هو مخلد ما غر روح بس شوف عمي ما ياخذ من احد عمي يقدح من راسه ولا يقدح من راسه احد يقدح له احسن واحد ابوي الجوال لا عاد تمسك بيدك عشان ما يتهمون ماسك الجوال يسرق من سرق من جوال العالم وطه زي اللي مطاط الجوالات ما سرق له منه هلا خليه يفتح الجوال خليه يفتح الجوال الله ما طريق لك انت وابوك حتى بخس راح راح هات الفطور روح لابوك عندنا محاورة انا وبحر احنا نردها مضاربة احنا ما عندنا محاورة احنا نردها مضاربات ما تبغى اخذ شيء لا في المضاربة ولا في المحاورة اسمع 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 ايه اضيعها ها اضيعها فانك لابسات النفانيف طيب ما عاد يبغى انك يقول الرحم على الخلو اخوك سعود يلا انا متعاونه انا واخويا وطانا كل الصاعه كيف انت على وحده ما تقطع الشعير يا ابوي الصعاكيف وشني الصعارين الصعارين امر يا عمي اكرم ما عندك ليش يتعاونون الاثنين هذا يتعاون ما عليك منهم هل واحد اخو ما عليك منهم ما عليك ما شاف ان اخو على قليبه قال خم يقوم معه انت عندك رد ولا ما عندك والله لا بذراع ولا بساق والله ما تقدر ابوي عندك مخلد يا ابوي عندك مخلد الحساب لسان ويده ممنوع بس بس لسان على لسان يا ابو حشر يا ابو ساره لسان على لسان مطلق اجلس انت واخوك ان كان تعرفون شعر لسانه تبرطم الله يا رد على يا ولد خلي الرايات خل السوالف ما حنا بالملاقي وانت تجيب القصيد اللي ما هو صافي انت غريم ومعطي درب الماء سلم على راس عمك قمنا وفالله التزمنا سلم على راس مخلد سلم ولد مخلد الجو المطر مبتلو عشاش والمرد العاش عشاش والمرد العاش عشاش والمرد العالم من كل مكان بسم الله الرحمن الرحيم والله ما له حيله يا غازي 70 ورع احنا الرجال ليش يجيبوا ورعهم يا ولد انا ما ادري وش الاف على ما ادري ما الوضع مفروض عليهم ما ادري ورع بر وصحراء وبرد عليه والشباب كذي لا 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 معكم الاف اللي عندكم وشنهم ورعانكم اكثر منكم الرجال اللي طلب له رجال الجامعه 10 ورعان لا حد سلعت تسعنا مجالس ولا عدد يكفيكم اكل وفراش اذا بصدت الى رقد فيه طلع الخزام على الخشبه اول شيء هذول مرحينا جايبين لهم نباهم يتبدون يتمشون يستانسون وش المشكله خليهم نقول كل واحد شفتوا بسار هذا مشان يوم ما جوا في البيوت كلها ابو حسن شوف ابو حسن والله ما عاد يبغى غير ورقاكم هذا ابو حسن ابو حسن انت باهم ولا ما تباهم بعيالهم لا 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 انا انا اعلمك ابو حاشر انا اقرب واحد لي لا ما يباهم في الموقع هذا كيف انا بر وتعب وبرود تجيب لي ورعك شباب والله انك هوذا من الورعان ابو هالوجه والله انه هوذا من الورعان والله انه هوذا من الورعان ثم اسمع
الله لا يوفقك. يا ولد تبع هذا العلم ابو حشر صاحب الرجيل مستفزحهم طلع هو الحين هو اللي الحين يعين الرجيل. اكل اصبر اكل شرب مصاريف تبع هذا العلم. الله اني اقرا فرضيه اللي تفرض والله انها فرضيه ما اشي منها. البيباني هذا لسان ابو حشر. يا ولد ابو حشر انا لسان ذوي غانم كله. ابو حشر يا رجال ما تعدي عن نفسك. ابو حشر ابو حشر يا ولد بسيطه خلهم يجون مرحبا بهم ولا كل موجود ولا كل شيء يا ولد شيء بسيط يا ولد كله بسيط ما فرقت معي واصلا كنا حظ ازيدك من الشعر بيت في واحد منهم جايب ورعان ما مع السياره يقول قدامي مارق الديره فيها ملاي نزل ورعاني في الملاي الملاي اللي وين ملاي يقول الديره اللي قدام تعرف ما ادري ايش اسمها ملاي نزل ورعان فيها يا رجل هذا تعرف الحريم تجمعات في شاليهات وقال يلا على عجبه ابو حشرات ورعان انا ما حوت شديد أصلًا كنت أرد بندر لحضانات الأطفال. يا ولد تدري. لحظة كايد أنت مش بكم على كايد كايد ما جاب عياله. كايد ما أنا هلا تعال فارس عاني جايبه وراس الطويل وتدري إن أنا اللي قلت المارق لعبه في الملاهي حق الأطفال ليش؟ شاف مارق صغير يسبن ورعان. عشر وغازي كلكم ولا كلمة مفروضة عليكم الورعان يجود. والمسيرين يجود واللي يجي الله يحييه واللي يرافق لمعه كفه الله يحييه. على هونك الفرضيه منكم من ابو من قد البلا البلا الشيء اللي يا غرماتي ما شو طعمكم ما يا غرماتي ما ما يا غرماتي ما ما شو طعمكم ابو تركي والله ما ودعناكم الله يا اخا والله غداكم عندكم كلوه بالعافيه وسووه خلوص تنقعت من صدق ابو حشر غني معاهم راحوا ايه والله ما شو طعميكم ما يا غرباتي ما شو طعميكم ما يا غرباتي ما يا مرحبا يا خال الله يبقى انا ودي اركب معكم بس اخاف جوكم بيض يا والله الا تاج راس وحياك والله نخلي جوك لبناني اليوم والله نخليك وعدت اسمع صح ان المدن ما هو قد المقام امه تربدوي واخبار لكن القلوب القلوب الداخليه اللبنانيه يا الله خضر عم تعبر قلبي حياتي انت حياتي وش اللي ورا هذا اللي شايلينه هذا عزبة النشامة يا خال شوي بنضحى الغداء معنا عندنا ان شاء الله بيض الله وجهك الله يحييك ابو ربيع يا هلا هلا وغلا يا هلا الله الغداء عندنا لا تنزلون ممكن تركب حتى البصله لا تنزلون بيض الله وجهك في نص الطريق يسوون القهوه الحيه الطيبه ورد الشاي ويجيك المواويل تجيك المغانمه انا وانا عيني تجافي وتجني الله يا لحن بلي كان في قلبي سنين يا خليفة نبغى ينزل يقلب على طول سيد المحبوب في دارة هل هل خلاص طيب شغل الشريط هل الشريط هل خلاص عزوز سم يا ولد وش الاغاني هذه القديمه شيء لا ما سمعت شيء يا ابو ربيع وش تبه ما سمعت شيء الحين المسجل البشري هذا كله الاغاني قديمه هذه قديمه من التسعين وفوق يا ابو ربيع ما احنا ما لحقناها ما نسمعها من المسجل البشري وش في غير وش تبه في نادي يا مصطفى ايوه ما تعرف يا ابو ربيع ما تعرف نادي مصطفى وشن هي قديمه يا ابو ربيع شغل نادي يا مصطفى خلنا انا نجي عندك سلامات 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 يا حبيبنا يا بلدي يا طيب معاك واحد ما وحشنا منهم الله وش في وش في خير وش في باسكال الصبح خير وبنت صالح المسجل اشتغل من نفسه سر خربان باسكال سر خربان وانت اللي كان بينا امبارح ده الصلح خير شغلنا شغلنا نجوى كرم شغلنا لا 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 الموتى طيب لا 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 طيب حلو وزايد طيب
النغمة تحب وحنية حب وحنية غنى وصوته أثر فيا أسمر ودبك بتحلالي ريحة لبنان بممالي أقول لك شفت وش رأيك مسجل مسجل طف المسجل عنه والله صوت الصمت أحسن طف عنه مسجل لا والله يا ابو سيف وسبعين نعم ما انا اشهد يا اخي هلا انا ولد كذا جونا كذا يا بربيع اي واخذ لها على كفرين ولا كفرين على كفرين كفرين على كفرين ولا كفرين يا ابو سيف هات تكفى شوي ابو سيف ما يا خال قبل يوم بالله يا ابو سيف تموت قبل يومك يا نعم تكفى يا ابو سيف احنا شقناها بعرف ايام يوم تذكر يا ماجد سجل 5 في الصين ايوه وانت مشي الجيب على كفرين ايوه اسالك بالله اخذ الكلام وين الله الله يا منتخبنا ايه؟ يا محقق امالنا محقق الامال ارجع البيت هدي مصلح ابو سيف تكفى هدي ابو سيف فكنا هدي ابو سيف يا خالي ناظر فيني هلا يا تاج راسي العرانين ما اقدر اطلع فيك اخاف ابيج نيتك ذي تجيب لي النوم تبع اللي يطيقني ويسريني حط لي الاخضر يدلعوك اهلك على الخطا ما يردونك تقطف ثمارة هلا الهواء وحدك وكتائب يا من قفص يا من خلي عليك فرين انا ولد ابوي هذا كلام يا خالي انا ولد ابوي الله يوفقك يا ابو سيف الله طاح قلبك واتكاد الناس بعيونك دخل جوه لك على الخطا ما يردونك الله لا يوفقك يا ويلي يا ابو سيف تكفى يا ابو سيف انا وش ركبني معكم مستقبلك ضايع خلاص تكفى يا ابو سيف ردني ما تموت قبل يومك يا ابو سيف ردني لا تكفى يا ابو سيف اللي اقدمك لا ترجع خلت الدوم برا لا ترجع مخلد كيف يروح معه الله لا يوفق عدوك يا شيخ خليك مثل طرغانة مع القطام يا الحل نعم اشهر الله لا يوفق عدوك خلنا نشوف منو على جنب على يا راعي الخنفوس خشم الجيش وكمان لا تحط من الاكسي لا طماطي الاكسي عال فزعت قلبي العالم
عاش ما شاء الله ما شاء الله عاش اي والله مخلد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا حبيبي يا حبيبي ايش طاري شمازي يلا بيلا اجيك العب 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 طيب 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 عاشوا اهل موريتانيا عاشوا السودان وموريتانيا عاشوا اهل السودان ان شاء الله دارشيني وزون ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نروح 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 نوقف نوقف على القوة اسمه عقيل تقريبا ألف مبروك بالله عليكم يا رجال الحلاحيل يلي شلعتوا مطربات بطربكم لا تنزلون الا خيار المنازيل اللي عليها العود يحدى بعضكم عود على درب التزيين التعاليل مدارس تخلف عليكم تعبكم عند تبى تلقون كبش ومعاميل والكلفه اللي جازها في طربكم ولو ما نقصكم غير بعض التكاميل بندر حصان اللازمه في طلبكم كفكم الطيب يستاهل ولو ما نقصكم غير بعض التكاميل بندر حصان اللازمه في طلبكم وبل ترى هذودكم يرى يا جيل موارث من عودنا اللي جذبكم ذنولها لو يذهبن المحاصيل ووصوا عليها عيالنا اللي صح سهل صباح الانوار والسكر والعسل والقشطه يا الشكشوك انتم والشكشوك اللي جنبي العسل والله شوفك العسل والله انت حياتي اهدى من كذا ترى اليوم فوق من بقع بالحين سارحين ان شاء الله نبي نلحق قلب نعدلها ونودي له الشايبه اللي معاها فطور وعقبه نرجع على بال ما يرفعونا هذا وين لا هذا ما يروح لا نايف نايف وش هذا ما يروح معك ترى قطعتني نفسي هذه اصبر اصبر الرجال هذا جنني وش تبغى مني الحين انت اليوم حتى فجر ترك تجاسك لا دقيقة بعلمة ليش أنت أصدر بعدين يعطيك رجس انهج جارة يا ولد انهضه والله يا الله حاجة انت بلش انا بلقينا الحين ترك بك السوداء يا رد جاي وما عاد هو ما يهتز قصبارك رد تقول اخذ بطنك رد رد جاي رد السلام عليكم صبحت بالخير ولا تعبت يا رجال العلوم وشلون اليوم عسى الامور زينة الله يجعله اي الى بده والله يلا يلا زين زين انزل انزل نبى نفطرك وخلى السياره يكمل بواحد من العيال ولا كفطرت نلحق سيارتك طيب بس قدام ان شاء الله يلا 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 يلا
بنزله بنزله. اصلا ما ناقصين عليهم بطوله. السطح الحق 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 رجيم بالله خلهم رجيم. اخوك عيه افطر قلنا له افطر قال لا. بالله. اخباركم تفطرون فطورين؟ وشوي بطولنا مو جعتنا وبطني عورني. المفروض تمشون على رجلينكم بدون سيارات. 60 كيلو تهضيم. معالين ركبوها روحوا ما تبغون سيارات. والله نشفكم بالاكل. تساقط تساقط تساقط. تبغاني لو اصدم اعورها. لما وقفنا عن صدامنا. السلام عليكم. ارحب يا الله حي عليكم السلام يا صباح النور. حيا الشيخ بدر شلونك؟ عساك طيب. شلونك يا سمين ويلط الله ربنا وربك الله ربنا وربك. الولد ناقص عليه فيتامينات والدكتور الموصي لازم يعطي. الله من يقدر يوزع الفيتامينات اللي فيه على اللي في الحويه كله. لا حول ولا قوه. عبد الله فيتامينات هذه والله يقدر يعطي الشيران هذه الحاجه ذكر الله عليه. ترى يا اخوانا الولد هذا والله انه فقيده لو يموت ان شاء الله فقيده الولد. اذكر والله لا ما تموت ان شاء الله. وش العلوم؟ والله بخير. قلب العانها قبالك يا زين. احنا بنعود نجيب الغرف. والله يحييكم من يوم سرت ولين جيت. الله يبارك فيك. انتم طحاطي فزعه قلب. ايش؟ الغد الساعه كم؟ وش؟ الغد الساعه كم؟ شو يقول هو ما سمعنا؟ يقول الغد الساعه كم؟ ترى هو كسر قلبك. حرام يا متلني اني احسب انه صدمنا بدر بجيبه ما دريت انه هو. يا باكي شاع مقطعيه كم؟ هو من جيب بدر الله يستر عليك. كقزاز عن هنا ماني فاتح. عشاني ليه؟ هذا ما هو بشاني. دقيقه تحكم انت. انا شفت حمراء ياخذ الشاي. أنا ما توفقت في السواويق هذولي، كل ما سلمت واحد سيارة أما سرق وانحاش ولا واليوم دارت الدوائر علي ولا أشخر أنا.